السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، وأهلا بكم بالتغطية المستمرة عبر قناة الأيام الفضائية لمواكبة الأحداث الجارية في عموم الشرق الأوسط، وخاصة الحديث حول الهجوم الصهيوني على جنوب لبنان والقصص والأخبار التي نسمعها الآن التي تصل إلى وكالات الأنباء العالمية وإلى مسامع الجميع بأن المقاومة هناك شرسة جدا، وأخبار الانتصارات مستمرة من أبطال حزب الله اللبناني. أحداث كثيرة، أحداث متطورة، اليوم يوم بعد يوم قاعد نشهد بالكثير من الأمور المتجددة. اليوم أيضا أحد المحاور المهمة هي خطبة الإمام الخامنئي في طهران التي تحدث بها عن الحرب مع الكيان الصهيوني، عن الكثير من الجوانب، عن نعي سيد المقاومة وسيد الجنوب السيد حسن نصر الله، إضافة إلى الحدث الأمني الكبير الذي حدث قبل تقريبا ساعة أو أقل من ساعة، هو هجوم مسيرة من المقاومة العراقية وصلت إلى الجولان المحتل وحققت إصابات مباشرة وقتل تقريبا عدد 2 من الصهاينة وعشرات من الجرحى. كل هذه الأحداث راح نتناقش بها، ولكن بعد هذا الفاصل. العدو الخبيث الجبان إذ عجز عن توجيه ضربة مؤثرة للبنية المتماسكة لحزب الله أو حماس أو الجهاد الإسلامي وغيرها من الحركات المجاهدة في سبيل الله، عمد إلى التظاهر بالنصر من خلال الاغتيالات والتدمير والقصف وقتل المدنيين وحرق قلوبهم. ما نجم عن هذا السلوك هو تراكم الغضب. تصاعد دوافع المقاومة وظهور المزيد من الرجال والقادة والمضحين وتغييق الخناق على الذئب الدموي، وبالتالي إزالة الكيان الملطخ بالعار من ساحة الوجود إن شاء الله. صن من الله وفتح غريب. رجعنا وياكم أحبتي المشاهدين، طبعا نرحب بضيوفنا الأكارم الأستاذ السيد جاسم الموسى والأكاديمي والباحث بالشأن السياسي. أهلا وسهلا أستاذنا العزيز، وننتظر ضيفنا الآخر الأخ البحريني الأستاذ إبراهيم العرداوي الباحث بالشأن السياسي، ولكن أبدأ مع السيد جاسم الموسى وأبدأ من الحدث الأمني البارز الذي حصل تقريبا قبل ساعة أو أقل من ساعة، هو هجوم مسيرة من المقاومة العراقية واعتراف الكيان الصهيوني بوقوع قتلى وإصابات، وأيضا فشل بموضوعة المنظومة الأمنية والدفاعات الجوية. اليوم تطور كبير قاعد نشهده على الساحة. قبل عدة أسابيع كان الكيان الصهيوني يتحدث عن طائرات تأتي من العراق دون تأثير مباشر، ولكن آخر 10 أيام خاصة الطائرة التي انفجرت في إيلات أيضا عملت إصابات مهمة جدا بإحدى القواعد العسكرية الصهيونية، واليوم وصل المرحلة إلى قتلى وجرح في صفوف الكيان الصهيوني. تحليلك لهذا الحدث؟ يعني أولا هناك ثابت مهم جدا في أن وحدة المقاومة، يعني وحدة الساحات، هو واحد من ثوابت كيفية معالجة هذا التمرد، أو دعني أقول هذه الهجمة الشرسة من الكيان الصهيوني التي بكل تأكيد فتح من باب واحد أو ربما من طرف واحد أنه يخوض حرب مفتوحة. نعم. العراق واحد من أهم هذه الساحات لأسباب متعددة. أولا المشروع الصهيوني الأمريكي هو مشروع يعني يؤثر على العراق بشكل كبير ويقسم ويمزق العراق، وبالتالي
ذراع المقاومة الذي يتعاضد ويتكامل مع المقاومة في اليمن، مع المقاومة في لبنان، مع في سوريا، واجب عليه حقيقة أن تكون لديه خطوات فعالة، يعني لا ينتظر، لا يراقب، لا يتنصل، وبالتالي لابد أن يكون هذا الدور. اليوم فعالية هذا الدور معنى قدرة المقاومة العراقية على أن تصل بطريقة متطورة جدا إلى أهداف حيوية داخل الكيان الصهيوني الذي يملك كما قلنا مع أمريكا، مع من يسنده، جميع الوسائل التي تكشف الطائرات المسيرة والصواريخ. التطور هو أن فلسفة العدو لدى الفصائل المقاومة العراقية قرأت وبشكل واضح جدا، يعني معروفة، كشفت. نعم. وهذا مهم، دائما في الصراع لابد أن تقرأ فلسفة عدوك لكي تعرف ما هي التدابير، ما هي الاحتياطات. نعم. التي، ولذلك سواء اشتركنا أو لم نشترك، وهذا أيضا حتى للحكومة العراقية، نحن في الحسابات الرقمية سواء الإسرائيلية أو الأمريكية جزء من المقاومة، تشكلت يعني المقاومة في العراق، ووصلت الآن جزء من المقاومة في إدارات معينة في الدولة العراقية، هو نتاج طبيعي لحالة بيئية اجتماعية عراقية ترفض وجود الكيان الصهيوني أولا، وتعتقد أن الكيان الصهيوني لا يمكن لأي متفرج أو معتكف أو من يعتقد أنه بمنأى عن المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. العراق لا يؤمن بهذا، والفصائل المقاومة تعرف ذلك، ولذلك أنا أعتقد هي عملية طبيعية جدا وهي تكاملية. نعم. وهذا جزء مهم أستاذ من استراتيجية إسرائيل، لديها فلسفة والمقاومة لديها فلسفة. فلسفة الكيان الصهيوني هو استخدام القوة، واستخدام القوة بطريقة مستمرة، وهذا ما شاهدناه في لبنان، يعني جرت عمليات اغتيال ثم استهدافات ثم طائرات ثم اغتيال الشهيد السيد حسن نصر الله، واستمر اليوم لحد هذه اللحظة على الضاحية الجنوبية. الفصائل كلها أو جميع الأطراف المقاومة في سواء في اليمن في العراق، إذا ما تبنت أيضا فلسفة واستراتيجية استمرار الضربات الموجعة وإثبات أن الكيان الصهيوني يفشل. نعم. سواء على مستوى الحرب البرية التي يخوضها، وهذه بالمناسبة رسالة وصلت للجانب الأمريكي أن إسرائيل لا يمكن أن تحقق انتصارات برا وهي محاصرة جوا، يعني هذه الطائرات، هذه الضربات، طائرات المسيرة، الصواريخ، صواريخ الإيران، عناصر إشغال، ليس لا مو فقط إشغال، طبعا إشغال. نعم. لكن الأهم هو أنها جعلت هناك كابح للطموح الإسرائيلي من أنه يتمكن من خلال القوة. إسرائيل وجدت في المنطقة بثلاثة عناصر قوة، واحدة أنها قوة متفوقة على جميع المنطقة وبالتالي هي تخلق التوازنات، ثانيا تلاعبت وتدخلت في الحدث في المنطقة، يعني أغلب الأحداث. صحيح. التي جرت إسرائيل. النقطة الثالثة خلقت فوبيا للمنطقة، وبالتالي أصبح البديل للصراع العربي الصهيوني السني الشيعي، إذا ما تتذكر أصبحت الفوبيا الإيرانية. نعم. أصبح حتى المواطن العربي الذي لا يشاهد ما يجري في غزة بل يشاهد ما هو يعني نوع الثقافة الشيعية، ويتناسى أن غزة هذه المقاتلة المجاهدة البطلة صحيح تنتمي إلى ثقافة ولكنها جزء من الإسلام وهي جزء من, من, من هذا الوطن. ولذلك إسرائيل نجحت بالعناصر الثلاث، إيران فككت والمقاومة فككت هذه العناصر. واحدة منها هو أن وحدة الساحات ليس فقط شيعية، وحدة الساحات مع حماس السنية. نعم. وحدة الساحات أنه كتائب القسام وما شابه ذلك كلها تنطلق مرة واحدة. كلما كانت كثافة نيران على الكيان الصهيوني كلما تراجع الطموح للكيان الصهيوني ومن يدعمه أنه قادر على أن يحقق الأهداف من خلال القوة. نعم. هذا الكلب المسعور الذي يقصف الآن من المقاومة العراقية أيضا يفكر بالرد، ممكن الآن إيران بسبب اليوم سياسة الردع التي تمتلكها إضافة إلى الدفاعات الجوية، حرس ثوري، جيش إيراني، ولكن بالعراق كيف سيكون الرد؟ مو الرد سيكون أكثر سهولة، وإحنا دائما نسمع عن قصف لمعسكرات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة. أولا الجانب يعني الإسرائيلي والجانب الإيراني لابد من إثبات الوجود، يعني يستعرضون القوة ولا يمكن أن يتراجعوا، وأنا راهنت أنه ستكون ضربة إيرانية حتى بعد طول الفترة باعتبار أن يعني الحالة الطبيعية للشخصية الإيرانية لا يمكن أن تقبل يعني كسر وجودها أو إضعاف وجودها وكسر كبريائها،
وهي جزء من المقاومة، وبالتالي ردت دفاعا عن كل هذه الخطوط. بالجانب الإسرائيلي أيضا إسرائيل لا يمكن لها أن تقبل بالمعادلة الصفرية أنها صفر، وبالتالي لابد أن يكون لها رد في، وبالتالي واحدة من الانهيارات أو الردود هو هذه القساوة على جنوب لبنان. أمس القصف كان الموجود أو الضاحية الجنوبية. العراق أنا باعتقادي ضعيف في معادلة التصدي لردة الفعل الإسرائيلية لسبب. أولا الأجواء تمسك من قبل الجانب الأمريكي، والجانب الأمريكي هو الأب يعني الذي يدلل هذه البنت أو الابن الصغير إسرائيل. هو بالمناسبة القتال هو قتال ضد الولايات المتحدة الأمريكية لكن برداء أو ثوب إسرائيلي، والدليل على ذلك F-35 لم تمنحها أمريكا حتى لأمريكا، يعني لم تستخدمها. القنابل التي ضربها بها سماحة السيد رسول الله لم تمنح حتى أو لم تستخدم حتى من قبل، بينما منحت إسرائيل بمعنى أمريكا. لذلك أنا أعتقد الرد سيكون على فصائل الحشد، قيادات الحشد، ممكن أن يكون استهدافات اغتيالات. لكن السؤال الآخر، هل وضعت هذه القيادات الاحتياطات لديها من أنها قد تواجه عمليات اغتيال سواء بصواريخ أو طائرات، وأن الأجواء العراقية جميعها ممسكة أو ممسكة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الاستخبارات الأمريكية؟ هذه حقيقة يجب أن يعني أن نتفق عليها، أن قدرة التجسس والأقمار والأجواء بيد الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك الفصائل معرضة إلى ضربات أو ردة فعل. السؤال، هل سترد إسرائيل مباشرة على الفصائل بحجة الدفاع عن النفس، أم الولايات المتحدة الأمريكية سترد على الفصائل؟ هذا هو أنا أعتقد الاختبار. نعم، أنتقل إلى الأستاذ إبراهيم العرداوي الباحث بالشأن السياسي. أستاذ إبراهيم الأخ البحريني، أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بكم عزيزي. فقط للتوضيح والتعديل، اسمي دكتور إبراهيم العرادي وأنا مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير. مدير المكتب السياسي لائتلاف 14 فبراير. نعم. أهلا وسهلا إبراهيم العرادي. نعم، أهلا وسهلا بك أستاذ إبراهيم، وعذرا على هذا الخطأ. أستاذ إبراهيم، اليوم صباحا وخلال صلاة الجمعة شاهدنا حقيقة الجموع من الأخوة في البحرين يستنكرون عملية استهداف الضاحية الجنوبية ولبنان عموما وغزة، وأيضا وقفوا من أجل سماحة السيد حسن نصر الله هذا الشهيد المقدام المدافع عن القضية الفلسطينية، ولكن شاهدنا بالمقابل ردة فعل عنيفة من قبل القوات الأمنية البحرينية. ما هو تفسيرك لهذا الموضوع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم والضيف العزيز والشاهد المشاهدين الأكارم، وتحية للشعب العراقي العظيم المجاهد العراقي. طبعا أخوتنا اليوم وأهلنا اليوم في البحرين صراحة يعني بالوضع الجديد اليوم يخوضون معركة. اليوم تقريبا أكثر من 100 معتقل بحريني يقومون من الدراز في البحرين مع مجموعة معتقلين اعتقلوا في الأيام الماضية لأنهم خرجوا بمسيرات غضب ضد العدوان على لبنان، وتحديدا بعد استشهاد سماحة قائد العشق وسيد العشق السيد حسن. نعم. اليوم حكام آل خليفة اليوم تقريبا حولوا البحرين إلى ثكنة عسكرية، حاصروا صلاة الجمعة المركزية في جامع الدراز بالدبابات وبالجيش وبكل العسكر، وهاجموا المسجد وبعدها اعتقلوا المصلين بحجة أن يقول وزير الداخلية هذا المجرم راشد آل خليفة لا نريد ولاء للغرب أو ولاء للآخر غير الوطن. هو يعني يصف التعاطف والتضامن مع لبنان بأنه ولاء للغير. نعم. لكن هو جاب الكيان الصهيوني وخلاه موجود بالبحرين. لو تشوف اليوم أخي الفاضل من جامع الدراز الناس البحرين كلها هتفت باسم السيد الشهيد نصر الله. نعم. ولن نركع إلا لله. فضل. نعم، يعني اليوم هل هو التطبيع هو الولاء للوطن؟ هل اليوم العلاقة مع الكيان الصهيوني هو الولاء للوطن؟ يعني كيف اليوم تصف هذه الإجراءات التعسفية التي حصلت ضد مواطني البحرين؟ اليوم العلاقات البحرينية كنظام بحريني علاقات متميزة مع الكيان الصهيوني سارت على نفس درب الإمارات والدول المطبعة الأخرى. هل ينطلق آل خليفة بمحاصرتهم مساجد المسلمين وبالقضاء اليوم أو بالاعتقال المصلين، هل هناك نفس طائفي بهذا الموضوع؟ طبعا هناك مشهدين في البحرين، مشهد تمثله
السلطة الحاكمة وهي سلطة آل خليفة معادي لدول الخليج. هم يعتبرون الشعب اللبناني، الشعب العراقي، الشعب الفلسطيني عدو لهم. هم يعتبرون أصدقائهم وحلفائهم هم نتنياهو وجالانت وبن كفير، وهم يمارسون كل يعني تقريبا طوفان الأقصى وجبهات الإسناد اليوم هي بالنسبة لآل خليفة ضربة، لأنهم ساهموا وكانوا في الصفوف الأمامية في اتفاقيات إبراهام وغيرها من الاتفاقيات. في المقلب الثاني والمشهد الثاني أنت أمام شعب بحراني كامل سنته وشيعته مع فلسطين ومع نعم. لبنان ومع العراق ومع يعني جزء لا يتجزأ من هذا المحور وجزء لا يتجزأ من ما يحدث في هذه المنطقة. أقول لك اليوم في كل منزل في البحرين في عزاء للسيد سماحة السيد في الوقت نعم. الذي حكام آل خليفة اليوم يهجموا على المآتم والحسينيات يمنعونك حتى من أن تقيم عزاء. وأنا أقول شيء يعني لقناتكم الكريمة تفضل. الجالية اللبنانية في البحرين اليوم هي تحت التهديد بين السجن والترحيل. استدعيت قبل كم يوم يعني مواطنة لبنانية مقيمة في البحرين لأنها فقط نشرت منشور تتعاطف فيه مع وطنها ما يجري من جرح في وطنها ومع سماحة السيد العشق الشهيد، واعتقلوها وأخذوها إلى مراكز التحقيق وأفرجوا عنها لاحقا. وهذه رسالة لكل أبناء الجالية اللبنانية وباقي الجاليات في البحرين، لأن الخليفيون اليوم حطوا شعار إما الولاء لنا ولا لإسرائيل أو أنتم ولاءكم لغير الوطن. وعندما تشاهد إحنا نعبر عنه في البحرين حرملة، راشد آل خليفة وزير الداخلية هو حرملة بامتياز، يعني هو تقريبا كأنه هو تلميذ صدام المقبور، هو تلميذه راشد آل خليفة. هذا يطلع فقط يعني ويهدد الناس، يعني لا فرق بينه وبين هاجاري هذا المتحدث الصهيوني من تل أبيب. فشعب البحرين اليوم أصر أن يوصل الصوت رغم الألم، والحمد لله كان لنا صوت نفخر به كلنا اليوم في طهران وسمعه العالم، سماحة الشيخ حسين الأكرف اليوم عندما عبر عن شعب البحرين كامل بالنداءات وصوت البحرين لن يغلق. لأن يعني نحن نؤكد، وأنا أستغل هذه الفرصة مع هذه القناة الكريمة أن نقول نحن كلنا اليوم جزء لا يتجزأ من شعب العراق وفلسطين ولبنان. علينا مظلومية كبيرة في البحرين، أكثر من 100 معتقل فقط سجنوا في الأيام القليلة الماضية لأنهم فقط تعاطفوا مع لبنان. يراد للبحرين هذه الأرض البحرانية الشيعية الكربلائية التي نعم. توالي أهل البيت، يراد لها أن تكون صهيونية من قبل محتلين غزاة هم حمد آل خليفة وناصر آل خليفة، وهذه العثنة التي تحكم العثنة الحاكمة التي تحكم نعم. البحرين. نعم تفضل. ربي فرج يا رب عن كل المعتقلين في البحرين وكافة المظلومين في جميع دول العالم. أحبة المشاهدين، تغطيتنا مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل. مع انتصار الدم على السيف، إلى اللقاء في الشهادة، إلى اللقاء في جوار الأحبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام أبا هادي، سلام معطر على لحية من فيض نسلك تطهر. سلام أبا هادي، فقد كنت قائدا مكرا على الأعداء لا يتأخر. سلام على صدق الحسين وحيدر، وقد طاربت أبواب غزة خيبر. سلام على أزكى دم سيقودنا إلى المسجد الأقصى. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومستمرين بتغطيتنا لهذا اليوم. نذهب إلى السيد جاسم الموسوي
تابعت كلمة السيد الخامنائي في طهران، يعني تحليلك لهذه الكلمة، يعني هناك لغة المنتصر، لغة الصابر على فقدان سيد حسن نصر الله، بث الروح الحماسية المعنوية، يعني خاصة أن للأسف القنوات العربية أو هي العبرية الناطقة بالعربية عربية. تكلمت بموضوع أنه السيد الخامنائي حصل له مكان على مود يؤمن على حياته، أن هو الهدف القادم، ونطاهم موعد ظهوره قبل 3 أيام تقريبا. يعني أولا تحية إلى دكتور إبراهيم وإلى الشعب البحريني المجاهد القوي الشجاع الذي يقف بوجه سلطة فعلا هي سلطة صدام الثانية في البحرين، وهذه سلطة آل خليفة قطاع الطرق، هم خدم للكيان الصهيوني، وإذا واحد يعجبه يقعد بحضن إسرائيل خمو قوة طلعة، هو البحرين ملك البحرين، وهاي العصابة ما يسمى ملك البحرين عاجبهم يقعدون بحضن نتنياهو، شلون نطلعهم؟ قاموا نجيب لهم ضمير، هذا واحد. ولذلك الثمن اللي دفع الشعب البحريني أمر طبيعي، لأنه هذا يمثل الدكتاتورية في حكم البحرين. جوابا على سؤالي، أولا 5 رسائل أرسلها السيد الخامنئي حفظه الله. الأولى هو في هذا الفضاء المفتوح استطاع أن يثبت للعالم أن إيران لديها الثقة والقدرة بالحفاظ على أمنها وأجواها، وأن يقود هذا الجمع من المؤمنين ويصلي. ثانيا والأهم هو أراد أن يقول أن القائد في وقت الشدة في حدة المعارك هو موجود في المقدمة، تجد السيد الخامنئي في إيران وتجد وزير الخارجية في لبنان، هذا جدا كبيرة مهمة. نعم. مهم جدا. نعم. هاي رسائل مهمة بعد التهديدات الصهيونية للطائرات الإيرانية بالهبوط فيه. ثالثا أراد أن يقول ما يجري من تغيير في الشرق وليس الشرق الأوسط، كل الشرق، هو لا يشمل فقط إيران وهذه الدول، إنما يشمل جميع الدول في المنطقة، وعلى المنطقة لا تنكفئ وتعتقد أنها بعيدة عن شرور الولايات المتحدة الأمريكية. النقطة الرابعة أراد أن يفند أن الصراع مبني على الطاقة والاقتصاد، هو صراع ديني في المنطقة، وبالتالي الصراع الديني لا يحتاج إلى براغماتيات، ولا يمكن أن تقبل فيه البراغماتيات، إنما تقبل جزء منها. ربما تسألني عنها، هناك ربما محاولة قطرية وإيرانية وميقاتي على مبادرة للحفاظ على وقف اطلاق النار، وخصوصا ما يتعلق في غزة وجنوب لبنان. صحيح. ربما صحيح. النقطة الخامسة والأهم أراد أن يقول أن إيران تدفع فاتورة هذا الموقف والشعب الإيراني مع فصائل المقاومة من أجل المنطقة، وليس فقط من أجل إيران أو يعتقد البعض أن مصالح إيرانية. أنا باعتقادي فند أيضا يعني رسالة جنابك تحدثت عنها، أن الهدف القادم هو السيد الخامنئي، وبالتالي عليه أن يختبئ وأن يبحث عن مكان، وهذا أسقط كل مزاعم العبرية، الإعلام العبري سواء العربي بين مزدوجين العبري أو العبري، على أن هناك مخاوف إيرانية. إيران أثبتت في هذه الخطبة في هذه الاستراتيجية التي وضعت بالمناسبة، وهو أيضا أكد على نقطة مهمة، أن هذا الرد الإيراني قد إذا ما كان هناك ردا إسرائيليا سيكون هناك ردا إيرانيا، وهذا يعني أن السيد الخامنئي يقول إذا ذهبتم إلى التفاوض، بمعنى إلى وقف إطلاق النار، وضمنتم حقوق الشعب الفلسطيني ما يتعلق بغزة وفي جنوب لبنان، ممكن أن تتوقف الضربات أو الحرب، لكن إذا كنتم عازمين على أن تستمر هذه الحرب سوف تستمر وأنتم الخاسرون. ولذلك وصفهم بالأضعف بالأخبث بهذا الوصف، وهذا مهم جدا. أثبت من خلال الخطبة العربية احترامه للعرب، للغة العربية، وهو عربي طبعا بالتأكيد سيد عربي، لكن ليس العربي، عندما يخاطب العرب لم يخاطبهم لا زعيم ولا رئيس عبر التاريخ في لغة العرب من غير العرب. صح. دائما إذا كان رئيس على سبيل المثال من يوغوسلافيا من أي دولة، الكلمة إذا كان موجهة للعرب يتحدث بنفس اللغة، دبلوماسيا عرفيا يجب أن يتحدث بلغة البلد الذي هو جزء منه. هو تحدث باللغة العربية، أراد أن يقول أن إيران سواء فرس أو غير فرس وعربهم واحد، بمعنى أتحدث مع الإيرانيين بلغة ومعكم أنتم العرب أخواننا بلغتكم فعلا. وبالتالي لغة التفاهم بين إيران والعرب يجب أن تبنى على أساس أن المصلحة مشتركة، يعني لا يمكن الآن لأي نظام، طبعا هم الأنظمة خجولين، طبعا الآن خجولين جدا أستاذ، يعني أمام شعوبهم، يعني مقاومة
بأجنحة مو دول تستطيع أن تتصدى لقوة ماكنة إسرائيلية تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، تدعمها فرنسا، تدعمها نعم. بريطانيا. طبعا هذه يعني معلومات مو فقط تحليل سياسي أكيد. وبالتالي تواجه هذه الفصائل بهذه القوة، فما بالك لو كانت الدول العربية بكل قوتها بكل جيوشها تستطيع أن تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني. عمي لا تدافع على لبنان، دافع عن حقوق الشعب الفلسطيني، ما بالك كيف سيكون موقف إسرائيل. أيضا أثبت في هذه الخطبة أن إسرائيل لا يمكن لها أن تستولي على المنطقة من خلال القوة. نعم. بمعنى أن توازن القوة، إيران شريك حقيقي في مستقبل المنطقة، ولا يمكن لا المقاومة ولا الجانب الإيراني أن يتفرج وهناك من يضع الخرائط. هذا مهم جدا. أنا أعتقد هو يعني بعض الأحيان هناك نظريتين، آسف على الإطالة، نظرية تقول أن الصراع في المنطقة مبني على يعني الطاقة والاقتصاد، ونظرية أخرى تقول أن الصراع هو صراع ديني. أنا أقول بكل صراحة هو صراع مزدوج، يعني بين صراع على الطاقة والثروات وصراع ديني. لكن طالما أن الصراع الديني هو المتبنى فجميع الصراعات تنولد من خلال الصراع الديني. نعم نعم. يعني اليوم سيد جاسم الموضوع تتكلمت أنه أكبي صراع جانب ديني وجانب على موضوع الطاقة والاقتصاد، ولكن البارحة أمس مدير الأمن في كتائب حزب الله أبو علي العسكري في تصريح تكلم عن حرب الطاقة. راح نرجع على هذا الموضوع وراح نتكلم به بتفاصيل، ولكن عندنا اتصال هاتفي من الشيخ صباح شغاتي أحد وجهاء وشيوخ عشائر محافظة البصرة الكريمة. أهلا وسهلا شيخ، حياكم الله. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يحفظك شيخنا العزيز وشيخنا الحبيب. اليوم أهل البصرة ومحافظة البصرة كل الحب والتحية إليك وإلى كل أهالي محافظة البصرة. نحن نعيش اليوم أجواء متوترة، أجواء اليوم بها الكثير من العز والفخر والحماس، وأيضا بها الكثير من الحزن على فقدان قادة مثل السيد حسن نصر الله رحمه الله. نعم. هذا الشهيد السعيد البطل. اليوم في هذه الأزمات دور العشائر، ما هو دور العشائر من وجهة نظرك؟ رحم الله سماحة الشهيد حسن نصر الله شهيد المقاومة، الله يرحمه ويقدس روحه في الجنة، ألم شديد على قلوبنا وعلى عشائرنا. يمكن ما أتصور واحد من عشائرنا ما أبكت أو أبكى خبر استشهاد السيد. فعلا ففي صدورنا ألم شديد جدا وحماس كذلك، ونطالب لفتح باب الجهاد في سبيل الله والطغمة الطاغية اليهود المتجبرين وبظهرهم أمريكا الملعونة. ألا لعنة الله على الظالمين. نحن تألمنا كثيرا. نعم. ومتحمسين جدا للجهاد وعلى السير في طريق سماحة السيد شهيد المقاومة الأول سماحة السيد حسن نصر الله رحمه الله وأدخله واسع جناته. نعم. كلنا على هذا الطريق. نعم. شيخنا الحبيب شيخ صباح، هل اليوم العشائر مستعدة ومتحمسة مثلا لا سامح الله أو ممكن تحصل بالأيام القادمة مواجهة مباشرة بين محور المقاومة وبين الكيان الصهيوني؟ هل العشائر مستعدة؟ وللعشائر ملاحم كبيرة وكثيرة من ثورة العشرين إلى آخرها. نعم. عام 2014 بدخول. نعم. داعش. والله بلا مبالغة جميع عشائرنا على أهبة الاستعداد، دمائنا وأرواحنا على الأكف في سبيل الله سبحانه وتعالى، ضد الظلمة، ضد الاستعمار، ضد المتغطرسين اليهود. يعني صغيرنا كبيرنا أموالنا أرواحنا كلها فداء لدماء سماحة السيد ودماء شهداء المقاومة جميعا، وثأرا للتغطرس الذي يمارسه اليهود الملاعين ضد شبابنا. نعم. ضد نسائنا وضد أطفالنا. هذول ما يعرفون غير الأطفال والمدنيين مع الأسف. كل التحية والشكر إليك الشيخ صباح شغاتي أحد وجهاء وشيوخ عشائر محافظة البصر العزيزة الكريمة. شكرا جزيلا سيد جاسم. حنبقى هنا في السؤال، ولكن أيضا ننتقل
الى الدكتور ابراهيم دكتور من لندن. اهلا وسهلا بك دكتور ابراهيم من جديد. اهلا وسهلا بك، واسمح لي ان احيي السيد الموسوي العزيز وتشرف بكل ما تفضل به. الله يخليك. الله يسلمك دكتور. دكتور عزيزي اليوم يعني بنظره سريعه او بتحليل ممكن، وانت اهل مكه ادرى بشعابها، انت كمواطن بحريني، ما الذي يجعل اليوم انظمه الخليج البعض منه، الحقيقه هناك مطبعين 100% وهناك مطبعين من تحت الطاوله، يعني الصراحه نتكلم احنا اليوم بحياديه، اما موقف الامارات والبحرين كحكام موقف يعني يميل بدرجه كبيره للكيان الصهيوني، ما هو الربط التاريخي الثقافي الارث الديني بين الجانبين، بين العوائل الحاكمه الخليجيه وبين الكيان الصهيوني؟ حكام آل خليفة يريدون أن يبحثوا عن أي مخرج لهم يتخلصوا فيه من الشعب من ثورة 14 فبراير في البحرين. جربوا الاعتقال والتعذيب والتهجير. أنا أتحدث معك طبيب بحريني، أنا طبيب بحريني وأسقطت جنسيتي البحرينية وهجرت يعني من 2011 من البحرين. نعم. فهم وغيري أمثال، فهم يحاولون أن يعني يلتجئوا إلى الكيان الصهيوني وفي حضنه فقط ليهربوا من هذه الأزمات الداخلية. وكل حكومة خليجية لها غرض من الصهيونة ومن التطبيع مع الكيان الصهيوني. التنافس الشديد بين أبوظبي والرياض من يقود هذه المنطقة، يعني كلهم يتسابقون في تقديم أوراق اعتماد للإدارات الأمريكية المتلاحقة وتحديدا للدولة العميقة الأمريكية التي تحمي الصهيونية العالمية. اليوم أنت تشاهد يعني المشهد جدا واضح، يعني لا زالت هذه الحكومات سفارات الكيان موجودة فيها، ولا زال يعني التبادل التجاري بين أبوظبي وبين تل أبيب هو الأعلى يعني، ولم يتغير بكل وقاحة يقود محمد بن زايد هذا الأمر. غير هذا أن سياسة الترفيه في السعودية وأيضا السعودية لا تقل في تطبيعها عن الكيان الصهيوني عن هذه الدول، ولكنها لا تعلنه في العلن مثلما يعني تعطي الدور لأبوظبي تعطي الدور للبحرين. نعم. طوفان الأقصى، عندما جاء طوفان الأقصى حطم كل هذه الأوراق، وأنا أذكرك إن شاء الله السيد الموسوي شاهد على ما أقول، يوم اللي يوقف فيه إطلاق النار ينتصر محور المقاومة وتنتصر غزة ولبنان والعراق وكل دول هذه المحور وينهزم نتنياهو الخسيس، سترى جنائز اتفاقيات إبراهام تبدأ في الحركة، ستكون مثل الجنائز هذه الاتفاقيات وتدفن إلى الأبد. لعل طوفان الأقصى ولعل هذه التضحيات الجسيمة، يعني نعطيك خبر الآن نشوفه خبر عاجل يقول إذاعة الجيش الصهيوني لأول مرة تنجح، طبعا هم يكونون ميليشيات نحن نقول الفصائل المقاومة العراقية في إيصاب الهدف طبعا بالضبط. وهم ما أعلنوا عن هذا الهدف إلا أن بعد أن تأكدوا أن الأعداد مضاعفة وما أعلن سمحت به الرقابة العسكرية سوى 2 من الجنود الإسرائيليين، غير هذا هناك أعداد كبيرة. فكل هذا ما يجري في المنطقة من العراق وغيرها. أنا بعطيك مثال، من قال لك اليوم أن العراق، يعني كنت تتحدث مع الضيف عن سلامة الإمام الخامنائي الله يحفظه. نعم. ويمد في عمره إن شاء الله. اليوم حتى أمن العراق، حتى أمن السياسيين العراق لا تتصور هذا الموقف البطولي من النواب العراقيين الشرفاء والسياسيين وحتى الإعلاميين، هذا الأمر لا يرصده الأمريكي ولا ترصده دول التطبيع. هم يرون في كل حركة تحررية في المنطقة لتحرير فلسطين هم يرونها ضدهم على حسابهم. وإحنا حددنا في ائتلاف 14 فبراير البحرين في بيان أمس تليته أنا أن تحذير لنظام آل خليفة إذا فتح الأجواء البحرينية لشن أي هجوم على العراق أو على إيران أنه ستكون ردود فعل ستهلك كل هذه المنطقة. لا تتصور أن الحرب اليوم ستقف عند جهة معينة أو تتركز عند جهة معينة. ربما الحدث اليوم الدامي على لبنان والمقاومة الأسطورية في لبنان، ولكن وحدة الساحات التي صارت واضحة للجميع لا نقاش فيها من أي أحد اليوم صارت تثمر، وبعد امتصاص ربما يعني وجدانيا أقول نحن نبكي على الحسين بقوة وسنبكي على الإمام السيد حسن نصر الله لأننا أقوياء ليس من ضعف، ولكن
امتصاص هذه الضربة وامتصاص كل الضربات جعل اليوم المحور في محور آخر. انظر اليوم طائرات الهليكوبتر لا تكاد تفارق الحدود اللبنانية الفلسطينية، فقد تأخذ جرحاها وقتلاها على أيدي المقاومة الإسلامية. التطور الخطير والمهم الذي حدث من برد إلى أرض الرافدين، بلاد الرافدين، بلاد الحسين، العراق، تطور جدا خطير اليوم، خطير على الكيان الصهيوني وأمل كبير لمحور المقاومة، حيث أن هذه الجبهة كما تفضلتم هي تتعامل بحكمة وخلف السيد السيستاني روحنا فداه موجودة، فأنت أمام قيادة محصنة قوية اليوم في وجه، وهذا كله موجود. وكأن اليوم الكيان الصهيوني، يعني كنا احنا صغار في المدرسة ندرس قبل ما يصهينون المناهج في البحرين، كنا ندرس ان هذا كيان لقيط يعني في المدارس منبوذ من كله يعني، واليوم تأكد هذا الشيء. طيب هو موجود يقصف في العراق ويقصف في سوريا ويقصف في إيران وفي لبنان وفي كل مكان يعني. فحتى الأردن، حتى الأردن بنظامها المتواطئ معه، هي اليوم كأنها تقبل بالأردن بدل وطن بديل. وكل الخطابات الاستعراضية للمدعو عبد الله في الأمم المتحدة هي كذب. هو اليوم يساهم ويفتخر أنني أسقطت بعض الصواريخ الإيرانية. أنت يا مجنون يا معتوه، أنت اليوم 10 مليون أردني إذا نجح هذا المخطط الصهيوني الذي أنت يعني رأس حربة فيه أيضا، سوف يأتون كل الفلسطينيون إلى الأردن، فأنت أمام. نعم يعني نعم أستاذ إبراهيم، نعم أيضا نعطي وقت أكيد للسيد جاسم الموسى. نتشرف بكم حقيقة، الاثنين نستفاد من كلامكم ووجودكم. كنا موضوعنا أنه البارحة أمس هناك تغريدة على موضوعة الطاقة من أبو علي العسكري، وهدد أنه 16 مليون برميل سيتوقف وصوله أو خروجه من منطقة الخليج، ونعرف من المسيطر على المضايق في منطقة الخليج، الجمهورية الإسلامية. فهل اليوم تتوقع الكيان الصهيوني سيلتزم السكوت حيال الضربة الإيرانية، أو لديهم طرق أخرى للرد؟ لا، أنا تحدثت في البداية أنه فلسفة إسرائيل بالوجود هي مبنية على القوة المتفوقة في المنطقة، بالتأكيد عدم الرد يعني بأي شكل من الأشكال هو انتصار حقيقي لكل فصائل المقاومة، وهي منتصرة على أرض الواقع يعني حقيقة بالحسابات الواقعية وليس بالمثالية، أن المقاومة حققت انتصارات كبيرة لعدة أسباب. واحدة أن الماكينة العسكرية المتطورة الأمريكية التي بيد الكيان الصهيوني لم تتمكن من القضاء على البعد العقائدي لمن يحمل البندقية، وبالتالي طيران ممكن أن يستهدف يعني لناس عزل أمر طبيعي، وهو فعل جبان بالمناسبة، فعل الذي يشعر بالهزيمة. نعم. هذا واحد. الشيء الآخر، إذا إسرائيل فرضا ردت، الآن بدأت تفتح عليها خطوط كثيرة، يعني لم تعد إسرائيل وأمريكا ومن معها هي تواجه غزة أو تواجه جنوب لبنان، هي تواجه الآن المقاومة العراقية. وأنا أتفق مع الدكتور إبراهيم، لو أن هؤلاء العرب، الحكام العرب، لديهم ذرة من العقل السياسي، نعم، المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة يقسم مصر، سجلها 4 دول، يقسم الأردن دولتين، من المغرب إلى باكستان، كل هذه الدول مشمولة بمشروع التقسيم بالشرق، الشرق والشرق الأوسط. وللأسف الشديد ينتظرون ويعتقدون أن ضربة الكيان الصهيوني أو رد الكيان الصهيوني على إيران، لأن البعض يريد بالمناسبة أن يعني إيران والكيان الصهيوني تضرب بعضهم البعض يعني. نعم. البعض والبعض الآخر اللي للأسف الشديد مثل البحرين وهذه الدول هي حكام وليس شعوب، للأسف الشديد حتى في تطبيحها كانت خسيئة، لأن مصر عندما عقدت معاهدة السلام مقابل الأرض سيناء، في حين هؤلاء التطبيع مقابل السلام، يعني أنت لا عندكم حدود، لا عندكم حدود مثلاً. لا أنتوا عندكم مقاتلين، لا. لأن أشار دكتور إبراهيم إلى نقطة مهمة، البحرين غالبية شيعية بمعنى مدرسة الحسين عليه السلام. فيتوقعون أن مدرسة الإمام الحسين سلام الله عليه عندما ينتصر الدم على السيف،
هذه المدرسة لا يمكن أن تبقى جامدة متكلسة. والله وجود قطاع الطرق ترى بالمناسبة على الخليفة قطاع يعني طرق حتى في البحر، والدولة العثمانية بالمناسبة دزت قوة عليهم لأن لصوص يعني مو كلام شبه القراصنة أو قراصنة قراصنة في البحر وقطاع طرق يعني مو أنا أقوله الواقع يقولها مو أنا التاريخ اللي أجيب لك أني مذكرة من الدولة العثمانية في محاربتهم لأنهم قراصنة نعم ذولا آل خليفة هسه نعم. طبعا بالمناسبة قرايبهم آل صباحهم يعني ها ممتاز ما شاء الله خوش شجرة كل التحية والشكر للسيد جاسم الموسى وباحث الأكاديمي والباحث بالشأن السياسي كل التحية والشكر للدكتور إبراهيم العرادي مدير المكتب السياسي الائتلاف 14 فبراير من لندن وهو الأخ البحريني كل التحية والشكر وأيضا نشكر الشيخ صباح شغاتي شيخ أحد وجهاء وشيوخ عشائر البصر على كل هذه المعلومات. أحبة المشاهدين تغطية قناة الأيام الفضائية الاستثنائية مستمرة ولكن هذه التغطية انتهت انتظرونا بتغطيات أخرى إلى اللقاء.